السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل اكسرسايز اون ليسون 6 يونت 11. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. طيب الليسون بتاعنا كان create geometric shapes in the coordinate plane، انت بتعمل اشكال هندسية on the coordinate plane، تمام؟ طيب بيقول لك plot and join the points in the given order. Complete the figure by joining the end points. Identify the shape. تعال نحط البوينتس بتاعتنا ونبدأ نوصلها ببعضها ونحدد الشيب اللي هيظهر قدامنا عبارة عن ايه، تمام؟ طيب معايا ايه؟ 5 and 3. 5 هطلع عند 3. طبعا انت ماشي بقى order the pair x and y، امشي ناحية x وتحرك ناحية y، تمام؟ ادي ايه معايا؟ بي 5 اند نيجاتيف 3، 5 اند نيجاتيف 3 بيها تيجي في الحته دي. معايا سي 2 اند نيجاتيف 3، 2 وهنزل تحت عند نيجاتيف 3، وادي سي معايا دي 2 اند 3 2 وهطلع فوق عند 3. دي المسطره بتاعتك بقى، وصل الشيب. طبعا واضح جدا ان هيظهر قدامك ايه؟ ريكتانجل، تمام؟ يبقى الشيب بتاعك اول شيب هنا عبارة عن ريكتانجل. طيب اللي بعده، ها معايا اي الاوردر دوير بتاعها 1 اند 2، ادي 1 وهطلع عند 2 وحط اي. وبعد كده معايا اف 1 اند نيجاتيف 2، همشي 1 وهنزل عند نيجاتيف 2 وحط له اف. ومعايا جي نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 2، نيجاتيف 3 وهنزل عند نيجاتيف 2 وحط البوينت بتاعتي اللي هي جي. وصل يلا البوينتس بتاعتك. انا بعمل قدامك عشان لما تمسك كتابك بمنتهى السهوله تقعد تعمل زي ما انا عملت كده. ظهر قدامك ايه؟ ظهر قدامي تراينجل. الرسمة اللي بعدها معايا اي نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 1، همشي نيجاتيف 2 اهو وهنزل نيجاتيف 1 واحط له اي. ومعايا جي 1 اند نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 1، ادي البوينت الثانيه جي. ومعايا كي 1 اند نيجاتيف 4، 1 اند نيجاتيف 4 هتيجي في الحته دي كي. ومعايا ال نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 4، نيجاتيف 2 وهنزل تحت عند نيجاتيف 4 واكتب له ال. وصل البوينتس بتاعتك. طبعا واضح جدا انه هيطلع معايا سكوير، لان all the side lenses are equal، كل السايدز بتاعته equal in length، تمام؟ فالشيب اللي ظهر معايا سكوير. بعد كده معايا ايه؟ نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 وهنزل تحت نيجاتيف 2 اهوت واكتب له ايه. معايا بي نيجاتيف 2 اند 2، نيجاتيف 2 وهطلع عند 2 فوق واحط له ادي بي. معايا سي 2 اند 2، 2 اند 2 ادي سي. معايا دي 2 اند نيجاتيف 2، 2 وهنزل تحت عند نيجاتيف 2 واحط له دي وهبدأ أوصل البوينتس بتاعتي. برضو ظهر معايا ايه؟ سكوير. فور ايكوال سايدز، على طول بتكلم على سكوير، تمام؟ لسه مكملين مع البوينتس اللي احنا بنحطها وبنرسم. معايا كي نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 4، همشي نيجاتيف 2 هنزل نيجاتيف 4 فهتيجي هنا هوت كي. ومعايا ال 1 اند 1، ادي 1 اند 1 ال. معايا ام 4 اند نيجاتيف 4، 4 وهنزل تحت عند نيجاتيف 4 واحط له ام وهوصل البوينتس بتاعتي. طبعا لما يظهر معاك 3 بوينتس كده يبقى انت فاهم اكيد ان انت بترسم تراينجل اهو.
يبقى شيب تريانجل. بعد كده معايا اي نيجاتيف 1 اند 2، همشي نيجاتيف 1 وهطلع عند 2 احط له ادي اي اف 2 اند 5، همشي 2 وبعدين اطلع عند ال 5 واحط له البوينت اللي بعدها اف. معايا جي 2 اند نيجاتيف 5 2 وهنزل عند نيجاتيف ال 5 واحط له جي. معايا اتش نيجاتيف 1 اند نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 وهنزل تحت عند نيجاتيف 2 واحط البوينت بتاعتي واكتب له اتش. وصل البوينتس بتاعتك كده. المنظر ده طبعا ظهر معاك ايه؟ ظهر معاك ترابيزيوم. ظهر معاك ايه؟ ترابيزيوم. ليه؟ لان ما عنديش غير only two parallel sides، السايد ده parallel مع السايد ده، تمام؟ فالشيب بتاعي ترابيزيوم. متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقول لكم write the ordered pair for each of the opposite points graphed and name its quadrant. طيب يبقى هو عايز حاجتين منك، عايز ordered pair وعايز اسم الكوادرنت اللي هي موجودة في كل point. first second third fourth. بفكرك first second third fourth. نبدأ نكتب. يلا اول point معاك ايه؟ بص كده اكس مشي 3 وطلع عند 4 يبقى 3 and 4 lie in the first. بعد كده بي مشي نيجاتيف 5 ونزل نيجاتيف 2 يبقى بي نيجاتيف 5 and نيجاتيف 2، تمام؟ طيب lie in a first second third يبقى هنا third quadrant. بعد كده معاك سي مشي 3 ونزل نيجاتيف 2 يبقى 3 and نيجاتيف 2. طيب first second third fourth يبقى سي موجودة في الفورث fourth quadrant. أسئلة الدرس سهلة صح؟ الدنيا ماشية بسيطة يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك find the coordinates of D in the opposite plane to form a square. هو عايزك تحط point والبوينت دي اسمها D وتقول لي الكوردينيتس بتاعتها بحيث ان انت لما تحط دي دي يظهر قدامك سكوير. طب تعالى نوصل كده البوينتس اللي موجودة معايا. خد بالك هو ما طلبش منك بس غير الكوردينيتس بتاعت دي، يعني مش لازم تروح بقى وتكتب له خطوات وتكتب له ديستانس والكلام ده، لا مش لازم. انت بس بص على الرسمة كده ها وشوف الديستانس بعينك، حتى بين بي و سي مثلا في كام يونت؟ ادي 1 2 3 4 5 6 هطلع 6. ادي 1 2 3 4 5 6 دي هتيجي في الحته دي بالظبط، ادي المكان بتاعها. ابدا بقى اقفل السكوير بتاعك بالمنظر ده وحدد الاوردر دبير بتاع دي. اهو انا كتبت دي. طيب هو مشي ناحيه اكس نيجاتيف 3 وطلع عند واي 4 يبقى دي بنيجاتيف 3 and 4 بس، انا مش عايزة اكتر من كده. يبقى انت كده قدرت تحل السؤال من تلي بعينك، مش طلب منك بقى انك تكتب له السايدز وتثبت له ان هو سكوير زي ما كنا بنعمل في الشرح. هو بس عايزك تقول له الاوردرد بير بتاع البوينت اللي اسمها دي اللي تقفل لك السكوير. السؤال اللي بعده plot the coordinates of the point D to form a rectangle. المرة دي عايزك تقول له الكوردينيتس بتاعت البوينت اللي اسمها دي عشان تكون ريكتانجل. طيب برضو هو مش عايز اكتر من كوردينيتس بس للبوينت بتاعتك، فتقدر بعينك تحل السؤال. ازاي بعيني؟ انا عارف ان each two opposite sides are equal in the rectangle، فلما توصل البوينتس اللي هو عاملها لك كده حاجة من الاتنين بقى، دي هتوصل لها بان انت تقول AB equals CD و AB يعني 2 units، هنزل تحت عد من C لل D 2 units فحطها هنا وقول له دي اهي. يا اما تقول لي ان AC equals B دي وهنا هوت AC equals 3 units، اروح من B اعد 3 units واحط الدي، مفيش اي مشاكل تمام. وابدأ اوصل الريكتانجل بتاعك اقفله بالمنظر ده وحدد بقى الكوردينيتس بتاعت دي.
طبعا دي بالنسبة لي هو مش نيجاتيف فور وطلع ون، يبقى نيجاتيف فور اند ون. متفقين؟ تعالوا نحل مع بعض. نمبر 6 بيقولك identify the shape joining the points، ومديلك 4 points اهم. هنبدأ نروح نحطهم على الكوردينيت بلين بتاعتنا. معايا 1 and negative 1، 1 and negative 1 ادي اول point. بعد كده معايا negative 1 and 1، negative 1 and 1، وادي البوينت التانية بتاعتي. معايا 1 and 1، 1 and 1، وادي التالتة. معايا negative 1 and negative 1، negative 1 and negative 1، وادي الرابعة. وصل البوينتس بتاعتك. طبعا ظهر قدامك ايه؟ سكوير. بصوا الأسئلة سهلة ازاي بتاعت الدرس. طيب برضو هنا بيقولك بلوت ذا بوينتس، ومديلك ادي بوينت وادي بوينت وادي بوينت. تمام، مديلك 3 بوينتس. وبعدين فايند ذا كوردينيتس اوف ذا بوينت ار such that بي كيو ار اس از سكوير. متفقين؟ تعالى نبدأ نحط البوينتس اللي هو مديها لنا عشان نجيب البوينت الأخيرة، الكوردينيتس بتاعت البوينت الأخيرة. معايا بي 1 and 0، اوكي 1 and 0، فبي هتيجي في الحتة دي بالظبط. ادي اول بوينت معايا اللي هي بي. تمام، ومعايا كيو 4 and 0، 4 and 0 مش هتحرك حاجة ناحية واي، فهتيجي هنا بالظبط. يبقى بي ودي كيو، عملنا كيو. ومعايا اس 1 and 3، طيب 1 and 3 ودي اس. خلاص كده ابدأ وصل كده الثري بوينتس اللي معاك. طبعا سكوير يعني فور ايكوال سايدز. واضح جدا قدامك ان كل سايد لينس ايكوالز 1 2 3 3 يونتس. اقف من عند اس وعد 3 يونتس، ادي 1 2 3. يبقى البوينت اللي ناقصلك هتيجي هنا. اديني قفلت السكوير بتاعي. هو قال لنا البوينت اسمها اور. تمام، يبقى هنا عندي اور، وحدد له الكوردينيتس بتاعتها. مشي 4 وطلع 3، يبقى 4 اند 3 ادي الكوردينيتس بتاعت اور. بس بص السؤال بسيط ازاي. هي ديت اللي هيبقى عليها الدرجه، انك ترسم وتحط لي الكوردينيت بتاعت ايه البوينت اللي بيسالك عليها. متفقين؟ هحل معاكم نمبر 9 يا شباب. هو بيقول لكم write the coordinates of the vertices of a rectangle. عايز الكوردينيتس بتاعت الفيرتيسيز بتاعت ريكتانجل. تمام، اتفقنا vertices يعني ايه؟ يعني لما ترسم ريكتانجل كده الفور بوينتس دول اسمهم vertices. طيب whose lengths and widths are 5 and 3. اللينس بتاعه 5 والويدث بتاعه 3. تمام، units. طيب one vertex at the origin، عنده vertex موجودة بالظبط عند ال origin point. تمام، طيب يبقى ادي اول vertex بالنسبة للريكتانجل بتاعي هتبقى موجودة هنا. هو بدأ يديلك معلومات اهو، ادي اول vertex معاك. طيب the longer side lie on x axis. longer side يعني مين؟ يعني اللينس بتاعك موجود على اكس اكسز. طيب and one of the vertices lie in the third quadrant، وعنده واحدة من الفيرتيسيز بتاعته موجودة في الثيرد كوادرنت. طيب اوكي، يبقى انا معايا اللينس بتاعه equals 5 والويدث equals 3، دي الاساسيات بتاعتي وانا بحل دلوقتي. وعندي واحدة من الفيرتيسيز بتاعته موجودة في الثيرد كوادرنت. ثيرد كوادرنت، هو فين الثيرد كوادرنت ده؟ فيرست سكند ثيرد. او ده انا عندي فيرتكس من الفيرتيسيز بتاعته موجوده هنا. معنى كده ان اللينس بتاعه هيمشي فين؟ همشي الناحيه دي بقى عشان لما اجي ارسم الريكتانجل يجي لي في الجزء ده. يعني هو لما بيقول لك ان انت عندك فيرتكس موجوده في الثيرد كوادرنت هو كانه بيغششك، هو كده كأنه بيغششك أصلا، لأن أدي فيرتكس. تمام،
فانا هبدأ امشي على اكس اكسس، لان هو قال لي اللونج سايد بتاعه موجود اون اكس اكسس، فاللونج سايد اللي هو اللينس همشي على اكس اكسس 5، تمام؟ يعني ادي الفيرتكس التانية بتاعتي اهي. يعني بس انت كده مشيتي نيجاتيف 5. لا خد بالك، احنا بنتكلم على لينس، بنتكلم على ديستانس لينس، مش بكلمك على نمبر نيجاتيف 5 دلوقتي، انا بكلمك على لينس، ومتفقين ان اللينس دايما بوزيتيف نمبر ايا كان مكانه، تمام؟ الويتس بتاعه 3، يبقى انا هنزل تحت كده 3 وادي فيرتكس، وهاجي من هنا انزل 3 وادي فيرتكس. ادي الريكتانجل بتاعي علشان يبقى عنده فيرتكس موجوده في الثيرد كوادرنت. وصل البوينتس بتاعتك. خلاص وصلناها اهي. نحدد بقى مع بعض دلوقتي الاوردر دبير بتاع البوينتس بتاعت الايه الريكتانجل بتاعي. معايا اول بوينت اهي 0 اند 0، ادي اول بوينت. معايا التانية، ما مشيش حاجه ناحيه اكس اكسس يا مس، لكن مشي ناحيه واي. معنى كده ان اكس اكسس عنده 0 وعنده واي مشي نيجاتيف 3، 0 اند نيجاتيف 3. ادي التالتة، طيب مشي نيجاتيف 5 ونزل نيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف 5 اند نيجاتيف 3. ادي الرابعة، مشي نيجاتيف 5 بس ما طلعش حاجة عند واي اكسس، يبقى نيجاتيف 5 اند 0. كده عملنا الرسمة بتاعتنا. يعني كلمة ثيرد كوادرنت دي فرقت معايا جدا وانا بحدد مكان الريكتانجل اللي مطلوب مني ان انا ارسمه. متفقين؟ وكتبنا له خلاص الاوردر دبير بتاعت البوينتس اللي مطلوبة مننا. هحل معاكم نمبر 12، تمام؟ طيب فيها طلبات كتير، فاحنا هنمشي ستيب باي ستيب واحنا بنحل كل حاجة هنقراها هنعملها. هو بيقول in the opposite figure، طيب write the coordinates of A and B. طيب A coordinates بتاعتها مشي نيجاتيف 1 وطلع 1، نيجاتيف 1 اند 1. ب مشي 5 وطلع 1، يبقى 5 اند 1، تمام؟ ادي A اند B. طيب find the distance between the two points A and B. انا عايز الديستانس between them، طبعا زي ما انت شايف كده ان A B parallel مع X axis، فلما تروح تبص على البوينتس بتاعتك الواي كوردينيت زي الواي كوردينيت، مش هتساعدني في حاجة. طيب وA وB موجودين in two different quadrant، two different quadrant، معنى كده ان انا هروح ابص على الاكس كوردينيتس بتاعت A وB وهعمل بلس للابسوليوت فاليو بتاعتهم، تمام؟ يبقى distance او AB equals absolute value of negative 1 plus absolute value of 5. جمعت الايه الاكس كوردينيت بعد ما حطيتها جوه الابسوليوت فاليو. طيب الكلام ده ايكوال طبعا 1 بلس 5 يعني 6 يونتس. متفقين؟ يبقى الديستانس بتاعتك هنا او اللينس بتاع اي بي ايكوالز 6 يونتس. خلصنا اي دي وخلصنا بي. بعد كده بيقول لك فايند ذا كوردينيت اوف ذا تو بوينتس سي اند دي such that A B C D is a square. هو عايزك تكمل بقى A B D تحط لي 2 points C و D عشان تكمله لي square. طيب انا عندي اجابتين في الحتة دي، انا عندي اجابتين لان السكوير بتاعي ممكن يطلع لفوق وممكن ينزل لتحت، تمام؟ طيب مبدئيا square يعني انا عندي 4 equal sides. بمنتهى السهولة بقى هبدأ اعد، ما انا عارف ان السايد ايه ب 6 units. ادي 1 2 3 4 5 6، هيجي هنا. وادي 1 2 3 4 5 6، هيجي هنا. اقفل السكوير بتاعك كده. السكوير بتاعك اسمه A B C D. A B C D بنلف الليترز بتاعتنا في دايرة، ما ينفعش تكتب لي سي هنا وتكتب لي دي هنا، هتبقى غلط.
يلا حدد لي الاوردر دو بير بتاع السي والاوردر دو بير بتاع الدي. طيب يا ميس سي، في الحالة ديت انا مشيت 5 وطلعت عند، اكيد هنا في 7 طبعا، 6 بعدها في 7، فمعايا 5 and 7 ادي سي. وبالنسبة لدي انا مشيت نيجاتيف 1 وطلعت 7، يبقى نيجاتيف 1 and 7. ادي اول حالة، دي اول ايه حالة. طب لو انت كملت السكوير بتاعك على تحت، يعني ما طلعتوش فوق ونزلت بيه لتحت، تمام؟ طيب يلا نعد 6 يونتس. خلاص ما هو السايد لينس بتاعك ب 6، ادي 1 2 3 4 5 6. هيجي بوينت عندي هنا اهو، طبعا نفس الكلام، ادي 1 2 3 4 5 6. البوينت اللي ناقصه هتيجي هنا. واقفل السكوير بتاعك بالمنظر ده، ودي A B C D، بلف في دايرة A B، كمل الدايرة بتاعتك وانت بتكتب الليترز A B C D، تمام؟ طيب الأوردر دي بير بتاع C مش يا ميس 5 ونزل عند نيجاتيف 5، 5 and نيجاتيف 5. طب والأوردر دي بير بتاع D مش نيجاتيف 1 ونزل عند نيجاتيف 5، نيجاتيف 1 and نيجاتيف 5، تمام؟ يبقى دول الإجابتين المحتملين بالنسبة لي، بالنسبة لأن أنت كملت على اللاين سيجمنت اللي هو مديهالك دي ورسمت سكوير. احنا كده هنا هوت في السؤال ده زي ما اتفقنا عندنا إجابتين محتملتين، مش عندي إجابة واحدة، يا هكمل السكوير بتاعي لفوق يا هكمله لتحت، متفقين؟ طيب بعد كده هو بيقولك find the coordinates of the two points E and F such that A, B, E, F is a rectangle. Its width equals 3 units. عاوزك تتعامل من أول وجديد مع اللاين سيجمنت اللي هو رسمها لك A, B, D وتكملها لي المرة دي تبقى rectangle. بصوا أنا هخلي بقى لونها أحمر الإجابة، بقى المرة دي هنظبطها باللون الأحمر قدر المستطاع، تمام؟ طيب انت معاك اي بي وناقص لك مين؟ ناقص لك اي واف، وبيقول لك ان الويتس بتاع الريكتانجل هيبقى 3 يونتس. برضو عندي اجابتين محتملتين، يا هكمل الريكتانجل بتاعي لفوق يا هكمله لايه؟ لتحت، تمام؟ طيب 3 يونتس، يلا ابدا عد لي 3. ادي 1 2 3، يبقى ادي اول بوينت هتيجي هنا والبوينت الثانيه هتيجي قدامها، وهقفله من هنا بالمنظر ده، تمام؟ تعال نلف اللفة مع الليترز زي ما هو كاتبها، زي ما هو كاتبها A B E F. بص كده A B، تيجي E هنا E F، لازم تمشيها بالمنظر ده، بتلف في سيركل وانت بتكتب الليترز بتاعتك A B E F A B E F. يلا نحدد الاوردر دي بير بتاع ال E. يمس مشي 5 وطلع عند 4، 5 and 4. وبالنسبة للإف مشي نيجاتيف 1 وطلع 4، نيجاتيف 1 and 4. أدي أول إجابة محتملة لو أنا بعمل ريكتانجل. طب الإجابة التانية برضو هقف عند اي بي وهنزل 3 يونتس، أدي 1 2 3، هتيجي بوينت هنا وهتيجي بوينت هنا، واقفل الريكتانجل بتاعك. طبعا الرسمه مساعدك تماما ان انت ايه توصل للاجابات، تمام؟ فبقى عندك الريكتانجل التاني اهو ده. نحدد الليترز بتاعتنا A B E F، بلف في سيركل A B E F، يبقى E هتيجي هنا و F هتيجي هنا. يلا حدد الاوردر دي بير بتاع ال E. يمس E يعني هو مشي عند 5 ونزل نيجاتيف 2، 5 and نيجاتيف 2. وبالنسبة للإف مشي عند نيجاتيف 1 ونزل نيجاتيف 2، يبقى الإف دي نيجاتيف 1 and نيجاتيف 2. سؤال سهل والله، معتمد ان انت تكون فاهم، يعني ان انت تكون فاهم ان الإجابة بتاعتك هتحتمل حاجتين، يا إما لما اجي اكمل السكوير هطلع مرة لفوق وهنزل مرة لتحت فدي إجابتين، يا إما لما هاجي اعمل الريكتانجل بتاعي انا معايا لاين منه فهطلع مرة لفوق وهنزل مرة لتحت فيظهر معايا ادي ريكتانجل اهو
وادي الريكتانجل التاني اهو، متفقين كده؟ خلص السؤال ده. هنبدأ نحل مع بعض يا شباب أسئلة اللي تشوز، تمام؟ هو بيقول لك if the two points A ال ordered pair بتاعها 1 and 2، B 5 and 4 or two vertices of a right angled triangle. يعني انت معاك right angled triangle، تمام كده؟ طيب اسمه ABC، then the point C could be A. البوينت التالتة بتاعت الفيرتكس التالتة بتاعت الترينجل ده ممكن تبقى ايه، تمام؟ البوينت التالتة دي اللي هي الفيرتكس اوف ذا رايت انجل، فيرتكس اوف ذا رايت انجل، تمام؟ وانت عندك احتمالين في الاجابة تقدر تجيبها من الاوردر دي بيرز اللي هو كاتبها لك. انت عندك احتمالين للاجابة لان الترينجل بتاعك ممكن ياخد الشكل ده على الكوردينيت بلين، وممكن لما تحط التو بوينتس بتوعك كده تلاقي الترينجل بتاعك طلع لفوق كده، وبرضه هيبقى رايت انجل ده ترينجل، تمام؟ هرسمها لكم دلوقتي وهفرجكم عليها، ولكن خلينا الاول اتكلم معاك على ان انت عندك احتمالين للاجابة. اول احتمال ايه؟ ان انت بتاخد اكس كوردينيت لبوينت مع الواي كوردينيت بتاع البوينت التانية. بص كده، اكس كوردينيت يعني 1 والواي كوردينيت للبوينت التانية يعني 4 1 and 4. الاحتمال التاني ان انا اخد الاكس كوردينيت بتاع البوينت دي 5 مع الواي كوردينيت بتاع البوينت التانية 5 and 2. دول الاحتمالين اللي عندك للفيرتكس التالتة مدام قالك انه رايت انجلد تريانجل، مدام قالك انه رايت انجلد تريانجل. انزل دور هو مديلك ايه من الاحتمالين اللي معاك، مديني 1 and 4 اهي. طيب تعالى بقى اوريلك الكلام ده فعلا، انا عايزك تشوفه بعينك، خلاص؟ طيب ادي كوردينيت بلين بتاعتي، وهو مدي لك 2 بوينتس زي ما انت شايف، ايه الاوردر دي بير بتاعها 1 and 2، 1 and 2. ادي البوينت الاولانية اللي اسمها ايه، ومدي لك بي 5 and 4، 5 and 4، وادي بي، تمام كده؟ وهو عايزك تقول له مين هي الفيرتكس الثالثة بتاعت الترينجل بتاعك، تمام؟ بدور على المسطرة. طيب تعال نوصل كده التو بوينتس اللي معايا. ها ايه رأيكم لو حطيت فيرتكس فين يظهر معاك رايت انجل تريانجل؟ مثل لو حطيت هنا كده وجيت قفلت التريانجل بتاعي، ظهر معاك رايت انجل ده تريانجل اهو، فده اول احتمال معاك. طب الفيرتكس دي اسمها ايه؟ اسمها 5 and 2، 5 and 2. طيب كأنك مش شايف بقى التريانجل اللي انا قفلته ده، ومعاك لسه اللاين سيجمنت دي، ممكن تحط فيرتكس كمان فين فيظهر معاك رايت انجل ده تريانجل. ممكن احطها هنا، بص كده ووصل لي كده. ظهر معاك رايت انجل ده تريانجل تاني اهو، شايفه؟ طيب الفيرتكس دي اسمها ايه؟ اسمها 1 and 4، 1 and 4، تمام؟ فانا قلت لك ان انت عندك احتمالين وانت بترسم الرسمه بتاعتك بتاعت الرايت انجل ده تريانجل، عندك احتمالين لمكان الفيرتكس اللي معاك. طيب الاحتمالين دول توصل لهم ازاي؟ تاخد اكس كوردينيت لبوينت مع الواي كوردينيت للبوينت التانيه، ونفس الكلام اكس كوردينيت لبوينت مع الواي كوردينيت للبوينت التانية، فظهر قدامك 1 and 4، 1 and 4 اهي، وظهر قدامك اوردر دي بير تاني 5 and 2، 5 and 2 اهو، تمام؟ ونزلت دورت هو مديني مين منهم في الاختيارات، لقيت ال 1 and 4 فكتبتها. خلص الموضوع كده. السؤال اللي بعده بيقول لكم if the point 4 and 1 is one of the vertices of a square، تمام؟ its side length is 4 units، then the other vertices of the square could be A. طبعا سؤال يعني انا قعدت اتفرج عليه حبة كتير كده، لقيت ان احتمالاته كتير مش هتعرف تحله منتلي، يعني
وتعالى هوضح لك دوت دلوقتي وانا برسم الرسمه بتاعتي. انا معايا بس بوينت واحده الاوردر دبير بتاعها 4 اند 1. بص كده 4 اند 1، هو بيقول لك ان البوينت دي، البوينت دي 1 فيرتكس من الفيرتسيز بتاعت السكوير بتاعك، وبيقول لك ان اللينس بتاعه 4 يونتس، اللينس بتاع السكوير ده 4 يونتس. بص بقى عندك كام احتمال وانت بترسم السكوير لما تيجي عند الفيرتسيز، عند الفيرتكس دي 4 يونتس. يبقى انا ممكن امشي كده ادي 1 2 3 4 واطلع لفوق، ادي 1 2 3 4 ادي اول احتمال، ادي سكوير تمام. انت معاك الفيرتكس دي بس، ممكن تنزل لتحت برضو، انت معاك اللينس بتاعه 4 يونتس، يعني هتعد 4 لتحت، ادي 1 2 3 4، يعني هنيجي هنا وهنبدا نوصل كده ونقفل السكوير بتاعنا. وعندك افتراض تالت، فلنفترض البوينت ديت موجودة هنا والسكوير بتاعي كده، يعني بصوا همشي 4 يونتس كده، فادي احتمال كمان، ما هو قايل لك انها 1 فيرتكس بس. بصوا بقى ظهر معاك كام احتمال في الاجابة، وعندك واحد رابع ان هي فيرتكس السكوير هيترسم في الحتة دي، انتم متخيلين؟ وبناء عليه مش كنت هعرف احلها منتلي، لا لازم بقى كنت ارسمها قدامك كده. وتعالى نحدد البوينتس بتاعت كل سكوير منهم ونشوف هو مدينا انهي اختيار. متفقين؟ البوينت الاصلية اللي معايا 4 اند 1. بعد كده تعالى بقى نبدأ نحدد هنا، مثلا هبدأ احدد البوينتس دي الاول. معايا هنا المفروض في 8، يبقى معايا 8 اند 1، ومعايا 8 اند 5، ومعايا 4 اند 5، 4 اند 5 تمام. طيب الاحتمال التاني لو انا مشيت مع البوينتس دي، يبقى انا معايا هنا هوت 0 اند 1، 0 اند 1، ومعايا 0 اند 5، 0 اند 5، ومعايا هنا هوت، تعالى ننزل كده هوت، يبقى انا معايا البوينت دي 0 and negative 3، 0 negative 3، معايا البوينت ديت مشي 4 ونزل negative 3، 4 negative 3، اخر بوينت ناقصه معايا هنا عشان نبدا نقول بقى ايه كل سكوير عنده 4 vertices اللي هم ايه تمام. فاخر بوينت معايا هنا هوت اللي هو مشي 8 ونزل لحد negative 3، 8 and negative 3. طبعا معايا البوينت الاصليه بتاعتي اللي هو مديها لي في السؤال اهي، وبدات اروح اقارن الاجابات اللي هو مديها لي تمام. مين بقى الثري اوردر دبير اللي هو عاوزهم يقفلوا مع السكوير تمام؟ فلقيت ان هو مظبط معايا الاجابه دي، يعني ديت معايا في الرسمه. بصوا كده 0 اند 1 معايا، هي 0 اند 1 ادي البوينت الاصليه 0 اند 1، بعد كده 0 اند نيجاتيف 3، 0 and negative 3، وبعد كده معاك 4 and negative 3، 4 and negative 3، فهو عايز الحالة دي. انا بالنسبة لي يعني معرفش حلها غير بالرسمة كده، او هي بالنسبة لي كده اسهل، لان مش هفضل يعني احل بقى افتراضات ان انا عندي اللينس بتاع السكوير ده 4 يونتس، وافضل اقول لو مشيت بقى الناحية دي ولو طلعت لفوق كده اسهل. يعني الرسمة بالنسبة لي هتنجز في الحل، حتى لو خدت مني شوية وقت وانا برسم عشان اوضح لك، بس هي هتنجز معايا. متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقول لك if A، ندي لك الاوردر دبير بتاعها 1 and negative 1، B 4 and negative 1، or 2 vertices of a rectangle. طيب its side length 5 units، then the other 2 vertices are A. طيب تعالى برضو نعملها على الرسمة، الرسمة هتنجز معاك قوي وانت بتحل. معايا ايه 1 and negative 1، طيب 1 and negative 1 دي ايه،
1 negative 1 ومعايا b 4 and negative 1 4 and negative 1 وادي b 4 and negative 1 تمام. تعالى نوصل a b كده. طبعا واضح جدا ان a b بص كده 3 units اهم 3 units تمام. طيب وبيقول لك ان اللينس بتاعه 5 units. اللينس بتاع الريكتانجل ده 5 units. عندك احتمالين يا الريكتانجل بتاعك هيطلع على فوق يا هينزل على تحت. متفقين؟ طيب تعالى كده نظبط بقى ادي 1 2 3 4. طيب هنزود ال 5 فوق يعني هنعتبر ان هنا عندي ال 5 1 2 3 4 هعتبر ان هنا عندي نمبر هنا في 4 ونفس الكلام انا زودت بره كده عشان انا محتاجه 5 يونتس تمام. يبقى ادي الريكتانجل بتاعي اترسم. طيب الاوردر دبير بتاعك ايه؟ هنا عندك 4 اهو. طيب يبقى معايا يا ميس 1 اند 4 1 اند 4 ومعايا 4 اند 4 4 اند 4 ادي اختيار. تعال نروح نبص هل مديني 1 اند 4 و 4 اند 4 مديهولي اهو 4 اند 4 و 1 اند 4 خلاص ما انتش محتاج تكمل الرسمه بتاعتك على تحت. طب لو ما كانش مديهولي كنت هقول لك روح كمل الريكتانجل بتاعك لتحت ولما تكمله لتحت شوف بقى التو بوينتس اللي هيظهروا معاك هنا عشان هم دول الاحتمال التاني للحل. ما هو هيطلع الريكتانجل بتاعك لفوق هينزل لايه؟ لتحت لان هو مدي لك لاين سيجمنت واحده بس من السايدز بتاعه الريكتانجل. متفقين؟ السؤال اللي بعده بيقول لك اف اي والاوردر دبير بتاعها 1 اند 3 وسي الاوردر دبير بتاعها 4 اند 1. طيب واي بي بيربنديكولر تو بي سي. طيب بيربنديكولر ديت يعني عندك فيرتكس والفيرتكس دي عندها رايت انجل تمام. زين ذا بوينت بي از ايه؟ طب احنا عندنا احتمالين نفس الكلام اللي احنا شرحناه بالرسمه في اول سؤال نفس الكلام. عندك احتمالين في الحل يا اما هتاخد الاكس كوردينيت بتاع البوينت الاولانيه 1 مع الواي كوردينيت بتاع البوينت الثانيه اللي هو 1 والاحتمال الثاني الاكس كوردينيت اللي هنا اللي هو 4 مع الواي كوردينيت اللي هنا اللي هو 4 اند 3. انزل دور عندك مين من الاحتمالين اللي انت كتبتهم. عندي 1 اند 1 اهي. يبقى انت تبقى فاهم وانت بتحل تمام لما تسمع على كلمة perpendicular او right angled triangle تمام ويسألك على الفيرتكس التالتة اللي هي عندها right angle دي فبيبقى عندك احتمالين تمام. تاخد الاكس كوردينيت للبوينت الاولانية مع الواي كوردينيت للبوينت التانية والعكس x كوردينيت للبوينت التانية مع الواي كوردينيت للبوينت الاولانية وتكتب الاوردر دبير بتاعتك دي وتنزل تشوف هو مدي لك مين منهم في الاختيارات وبناء عليه بتختار اجابتك. متفقين؟ نعتبر بقى نمبر 5 هومورك للحصة بتاعتنا النهاردة وما تنسوش تدعوي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.